بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طالباتي العزيزات، طالبات الصف الثاني الابتدائي. أهلا ومرحبا بكم في مادتنا الجميلة اللغة العربية. أهلا وسهلا بكم عزيزات الطالبات. سوف نقوم اليوم بدراسة بعض المهارات الإملائية من الوحدة الأولى، ولكن قبل أن نبدأ في درسنا لهذا اليوم، هيا بنا كي نتعرف على رؤية وزارة التعليم والتعليم العالي. الرياضة في توفير فرص تعلم دائمة، الرياضة في توفير فرص تعلم مبتكرة، الرياضة في توفير فرص تعلم دائمة، الرياضة في توفير فرص تعلم مبتكرة. والآن هيا بنا كي نتعرف على رؤية مدرستنا. رؤيتنا هي إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. معنى ذلك أنه يجب علينا أن نتمسك بالأخلاق الحسنة والفضيلة مثل الصدق والأمانة والإخلاص وبر الوالدين وطاعتهما، وقيمة جميلة جدا وهي قيمة أيضا قيمة الإيثار، وهي قيمتنا الأسبوعية لهذا الأسبوع. ويا ترى ما معنى الإيثار؟ الإيثار عزيزات الطالبات هو أن نفضل غيرنا على أنفسنا، أن نحب للآخرين ما نحبه لأنفسنا بل وأكثر من أنفسنا. بارك الله فيكم. والآن بعد أن تعرفنا على قيمتنا الأسبوعية، هيا بنا كي نقوم بقراءة أنشودة الوحدة الأولى. هيا يا عزيزتي قومي بترديد الأنشودة مع الصوت. ما أمهرني، قولوا قولوا ما أمهرني، وأنا في حلم اليوم سعيد. لا لست أؤجل أعمالي، سأنظم وقتي كيف أريد. أتدرب أعمل لا أشكو، يومي كم يشبه يوم العيد. أتعرف أبحث وأفكر حتى أتعلم كل جديد. نعم عزيزات الطالبات، يجب علينا أن نبحث ونفكر ونتعلم حتى نعرف كل ما هو جديد داخل هذا العالم. بارك الله فيكم. والآن هيا بنا كي نتذكر بعض القوانين التي يجب اتباعها أثناء مشاهدة الفيديو من خلال هذه الأنشودة الجميلة. 1 2 3 4 5. من خلف الشاشة نتعلم، ننظر نصغي لا نتكلم، نرفع أيدينا لنشارك، نلوح بيدينا لنسلم. من خلف الشاشة نتعلم، ننظر نصغي لا نتكلم، نرفع أيدينا لنشارك، نلوح بيدينا لنسلم. هذه هي قوانين الدرس، هيا نقولها في همس. أحضر على الوقت وألتزم بالصمت، أجلس في مكاني وأنظر للشاشة، أجلس جلسة صحيحة وأضحك ببشاشة، لا أقاطع لا أتكلم حتى يأذن للمعلم. هذه هي قوانين الدرس من الواحد. والآن عزيزات الطالبات، ها قد وصلنا إلى نشاط التهجئة. هيا يا عزيزتي قومي بتهجئة هذه الكلمات. أول كلمة معي: ميدان، ميدان. من تقوم بتهجئة هذه الكلمة؟ أحسنت يا حبيبتي. ميم ياء دال ألف نون. ميدان، ميدان.
بارك الله فيك. أما هذه الكلمة محل، محل من تقوم بتهجئتها؟ أحسنت، ميم حاء لام محل. أما هذه الكلمة من تقوم بتهجئتها؟ بارك الله فيك. سوق، سوق سين واو قاف سوق. شكرا لك يا حبيبتي. والآن يا ترى من تعرف هذه القصة الجميلة؟ أتشاهدون داخل هذه الصورة؟ دققوا النظر جيدا. يا ترى ماذا يوجد في هذه الصورة؟ نعم، يوجد داخل هذه الصورة قمر، ويوجد أيضا شمس. يا ترى ما هي قصة اللام الشمسية والقمرية؟ هذا ما سوف نتعرف عليه الآن. كان في قديم الزمان عائلة تدعى بأل التعريف. رزقت هذه العائلة بتوأمين، أحدهما ولد واسمه قمر، والآخر أنثى واسمها شمس. عندما كبر الأخ وأخته قليلا وأصبح بإمكانهما اللعب، أحضر لهما الأب مجموعة ألعاب تسمى الحروف الهجائية. تحتوي هذه المجموعة على 28 حرفا، ولكن للأسف بدأت المشاكل بين شمس وقمر على مجموعة الألعاب، فكل واحد منهما يريد أن يحتفظ بكامل الحروف لنفسه. وعندما زادت المشاكل عن الحد، تدخل الأب وقسم الألعاب بينهما بالتساوي لكل واحد منهما 14 حرفاً، وبذلك انتهى الخلاف بينهما إلى الأبد. كان قمر حاد الطبع مع الحروف التي يمتلكها، إذ كان يجبرها على إظهار صوت اللام عند قراءة الكلمة، مثل الباب، الكتاب، القلم. أما شمس فكانت لطيفة جدا مع الحروف، فلم تكن تجبرها على إظهار صوت اللام عند قراءة الكلمة، مثل الصوت، السيارة، الطبل. والآن ما رأيكم في هذه القصة الجميلة؟ نعم، إنها قصة جميلة، قصة اللام الشمسية والقمرية. إذن عنوان درسنا لهذا اليوم هو، ما هو عنوان درسنا لهذا اليوم؟ نعم، عنوان درسنا لهذا اليوم هو اللام الشمسية واللام القمرية. أهداف درسنا لهذا اليوم هو أن تميز الطالبة اللام الشمسية واللام القمرية في الكلمات تمييزا صحيحا. والآن يا حبيباتي، هيا بنا كي نقوم بقراءة هذه الكلمة. الكلمة الأولى كتاب. كتاب، عند إدخال الألف واللام على هذه الكلمة تصبح الكتاب، الكتاب. لاحظي معي هنا، هنا الكلمة بدون الألف واللام، أما هنا دخلت عليها الألف واللام. يا ترى صوت اللام هنا مسموع أم غير مسموع؟ اسمعي مرة أخرى، الكتاب، الكتاب. إذن هل سمعت صوت اللام؟ نعم سمعنا صوت اللام. إذن هذه اللام قمرية أم شمسية؟ نعم قمرية. لماذا؟ لأننا سمعنا صوت اللام. هنا من تقرأ لي هذه الكلمة؟ نعم كرسي، كرسي. عند إدخال الألف واللام عليها تصبح الكرسي، الكرسي. هل سمعت صوت اللام؟ نعم سمعنا كلنا صوت اللام. إذن هذه اللام قمرية أم شمسية؟ نعم قمرية. بارك الله فيك. إذن اللام القمرية
نسمع صوت اللام، ويا ترى ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ نعم، نشاهد ساعة، ساعة عند إدخال الألف واللام عليها تصبح الساعة، الساعة، أس، الساعة. هل سمعت صوت اللام هنا؟ أس، أس. لا، لم نسمع صوت اللام. إذن هذه اللام شمسية أم قمرية؟ نعم، لام شمسية. لماذا؟ لأننا لم نسمع صوت اللام. وهنا يا ترى ماذا نشاهد في هذه الصورة؟ نعم، نشاهد سيارة عند إدخال الألف واللام عليها تصبح السيارة، أس، أس، السيارة. هل سمعت صوت اللام هنا يا عزيزتي؟ بالطبع لا. لماذا؟ أحسنت، لأن هذه اللام لام شمسية. إذن اللام الشمسية نقوم بكتابتها، لكن لا نستطيع أن ننطقها. أما اللام القمرية نقوم بكتابتها ونقوم بنطقها. هيا رددي معي، اللام القمرية تكتب وتنطق، تكتب وتنطق، واللام الشمسية تكتب ولا تنطق، تكتب ولا تنطق. بارك الله فيكم. والآن هيا بنا كي ننتقل إلى تدريبات الكتاب المدرسي. هيا يا عزيزتي، قومي بفتح الكتاب صفحة 41. هل قمت بفتح الكتاب؟ نعم. النشاط السادس صفحة 41. أقرأ وأملأ الفراغات في الجدول وفق المطلوب. أمامي مجموعة من الجمل، المطلوب مني أن أقرأ وأميز هنا الكلمات التي تبدأ باللام القمرية، أقوم بكتابتها في هذا الجدول. أما الكلمات التي تبدأ باللام الشمسية أقوم بكتابتها في هذا الجدول. هيا يا عزيزتي، أوقفي الفيديو وحاولي أن تقومي بعمل هذا النشاط، وتذكري دائما أن اللام القمرية تكتب وتنطق، أما اللام الشمسية تكتب ولا تنطق. ويوجد أيضا تمييز آخر بين اللام الشمسية واللام القمرية، أين أن اللام القمرية نقوم بكتابة السكون فوق اللام نفسها، فوق اللام نفسها. أما اللام الشمسية لا أقوم بكتابة أي شيء فوق اللام، ولكن أقوم بكتابة الشدة مباشرة بعد الحرف الذي بعد اللام، أقوم بكتابة الشدة على الحرف الذي بعد اللام مباشرة. هذا فرق آخر بين اللام الشمسية واللام القمرية. والآن أول كلمة معي هنا، وزع المدير الجوائز على الطلبة. يا ترى يوجد عندي هنا كم كلمة بدأت بالألف واللام؟ نعم، يوجد عندي كلمة المدير وأيضا كلمة الجوائز وأيضا كلمة الطلبة. يا ترى كلمة المدير هنا، المدير، المدير، نطقنا اللام ليس كذلك؟ نعم، إذن هي لام قمرية، هذا بالإضافة إلى وضع السكون. بارك الله فيك، تأكدنا بذلك أنها لام قمرية. هنا الجوائز، الجوائز، هنا هل نطقنا اللام؟ نعم يا معلمتي، هذا بالإضافة إلى وجود السكون، هذا يؤكد لنا أنها لام قمرية. هيا بنا نقوم بكتابتها هنا داخل الجدول، داخل هنا اللام القمرية. أما هنا كلمة الطلبة، الطلبة، أط، يا ترى هل سمعت صوت اللام هنا؟ بالطبع لا، لم نسمع صوت اللام. إذن هذه اللام قمرية أم شمسية؟ طالما أننا لم نسمع صوت اللام، إذن هذه اللام شمسية، هذا بالإضافة يا معلمتي إلى وجود الشدة هنا، فالشدة نقوم بكتابتها على الحرف الذي بعد اللام الشمسية، تأكدنا الآن أنها لام شمسية. لاحظي معي في الجدول، لقد قمت بكتابة كلمة الجوائز لأنها لام قمرية، وكلمة المدير هنا
أما في اللام الشمسية قمت بكتابة كلمة الطلبة فقط. ننتقل إلى المثال الثاني. حضر الطبيب إلى غرفة المريض. يلا نحدد مع بعض يا حبيباتي الكلمات التي بدأت بالألف واللام. هذه الكلمة بدأت بالألف واللام، وأيضا هنا هذه الكلمة بدأت بالألف واللام. يا ترى أي لام فيهم لام شمسية وأي لام فيهم لام قمرية؟ هنا الطبيب أط، هل سمعت صوت اللام؟ لا بالطبع لا. هل يوجد هنا شدة؟ نعم يوجد شدة. تأكدنا الآن أنها لام، أحسنتي، لام شمسية. أما هنا المريض، المريض، يا ترى اللام هنا شمسية أم قمرية؟ نعم قمرية يا معلمتي. ما هو السبب؟ نعم لأننا سمعنا صوت اللام المريض، هذا بالإضافة إلى وجود حركة السكون على اللام، لذلك تأكدنا أنها لام قمرية. إذن اللام القمرية ها تكتب ولا؟ نعم تكتب وتنطق يا معلمتي، انتبهي، أحسنت يا حبيبتي، أنت طالبة مبدعة. أما اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، بارك الله فيكم. هنا نقوم بكتابة كلمة المريض. لماذا؟ لأنها يوجد على اللام سكون، هذا بالإضافة إلى أننا نطقنا اللام. أما هنا في اللام الشمسية نقوم بكتابة كلمة الطبيب. والآن يا عزيزتي هيا بنا كي نجيب على النشاط الثالث. منظر الثمار جميل. منظر الثمار، يا ترى الثمار هنا لام شمسية أم لام قمرية؟ أسمعك جيدا، طالما أننا لم ننطق اللام يا معلمتي إذن هي شمسية، هذا بالإضافة إلى وجود، أحسنتي، وجود الشدة يا معلمتي، بارك الله فيكم. إذن بذلك تأكدنا أنها لام شمسية، بارك الله فيكم، نقوم بكتابتها في جدول اللام الشمسية. أما بالنسبة للنشاط للجملة هذه والجملة هذه، هيا يا عزيزتي قومي بالإجابة عليها بمفردك لأن أصبح الأمر سهل الآن. قومي بقراءة الكلمة التي بها ألف ولام، حدديها إذا كانت شمسية أم قمرية، وقومي بكتابتها في هنا في الجدول المختص باللام الشمسية أو في الجدول المخصص للام القمرية. وبذلك عزيزات الطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أنكم قد استفدنا. اللام القمرية تكتب لكن تنطق، والحركة تلحقها والشاهد السكون. اللام القمرية تكتب لكن تنطق، والحركة تلحقها والشاهد السكون. واللام الشمسية تكتب لا لا تنطق، وبعدها شدة فلتفهم يا حسون. حروف اللام القمرية، 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 هم 14 نغنيها، نغنيها. حروف اللام الشمسية، 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 هم 14